وزير الداخلية يثمن دور عشائر صلاح الدين في تعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي، ويوجه لاعتماد التدريب خياراً جوهرياً لرفع كفاءة المقاتلين. البيت السياسي الشيعي يناقش آخر تفاصيل الموازنة والتوجه لإقرارها في الساعات المقبلة، والسودان يلاحق شغب الملاعب بإجراءات رادعة. انطلاق الملتقى الاقتصادي العراقي الإماراتي في بغداد، ومفوضية الانتخابات تستعد مبكراً لمجالس المحافظات باختيار جهازها التنفيذي. الكهرباء تطمئن العراقيين بموسم صيف أفضل بكثير من السنوات الماضية، ومخيم الجدعة في نينوى يستعد لاستقبال العشرات من أسر داعش. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من زيارة وزير الداخلية إلى المحافظة، أهلا بكم. حيث استذكر وزير الداخلية عبد الأمير كامل الشمري مع شيوخ ووجهاء صلاح الدين بحضور المحافظ إسماعيل خضير الهلوب وقائد الشرطة اللواء قنديل خليل محمد المراحل والتوقيتات التي اكتملت بهزيمة الإرهاب والوصول إلى حالة الاستقرار الكبيرة في مناطق المحافظة. وجدد الشمري حرص الحكومة ووزارة الداخلية على تحقيق الأمن والاستقرار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، مشيدا بدور العشائر العراقية الأصيلة في دعم جهود المؤسسة الأمنية لتحقيق الأمن في ربوع البلاد ورفضها الظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على المجتمع. وشكر الحاضرون الوزير مثمنين عزم ودفاع رجال وزارة الداخلية لتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي ومكافحة الجريمة. امتدادات كبيرة لكل عشائر العراقية موجودة في محافظة صلاح الدين، وهذا الموضوع يفرض عليكم مسؤولية كبيرة في إسناد ودعم القوات الأمنية. بالتأكيد أنا أعرف حضراتكم كلكم داعمين للقوات الأمنية، ولولا دعمكم الأمن ما يصل بهذه المرحلة. المحافظات المحررة طبعا أعتبرها أكثر المحافظات هي ضررت من التطرف والإرهاب و العنف الطائفي. أنا أدعوكم إلى الاستمرار بدعم القوات الأمنية، يعني أحيي هذه روح التواصل بينكم وبين قيادة الشرطة وبين الأجهزة الأمنية ومجلس التعاون، اللي بالنتيجة أنتم راح تشون ثمارها من خلال مدينة آمنة مستقرة. الحكومة المحلية عندهم مشاريع وعندهم شغل يريدون يبدون بالبناء وبالإعمار والمشاريع اللي تخدم أبناء المحافظة وكذلك تجلب فرص عمل لأبناء هذه المحافظة. وفي الجانب الميداني المتخصص، وجه وزير الداخلية لرفع مستويات التدريب والانضباط في صفوف جميع الوحدات لما لها من علاقة مباشرة بالقدرة على تنفيذ المهام وفرض سيادة القانون، مؤكدا ضرورة تأمين الإمكانيات التي يحتاجها المقاتل لاستكمال واجباته بظروف مناسبة. الشمري وخلال تفقده لقيادة شرطة صلاح الدين ناقش أيضا توقيتات تسلمها الملف الأمني، مثنيا على جهودها الكبيرة في فرض الاستقرار وخدمة المواطنين. وعلى الجانب الاقتصادي، من المعادلة الحكومية شهد قضاء طوز مراسم افتتاح صومعة تسويق الحبوب أمام الفلاحين، وتبين المؤشرات الأولية بعموم محافظة صلاح الدين وجود اكتفاء ذاتيا من محصول الحنطة لهذا الموسم. وأكد مسؤولون أن البلاد قد تصدر من محصولها الوفرة الواضحة من خلال الأراضي المزروعة والتسويق الأولية، ورغم الدعم المتواصل للمزارعين عبر افتتاح مراكز للتسويق، تناشد إدارة صومعة الطوز الجهات المعنية لزيادة ملكاتها لتسهيل وتسريع أعمالها. بحضور القائم قام إدارة صومعة الطوز يفتح باب صومعة أمام الفلاحين لموسم التسويق الحنطة. إن شاء الله اليوم وبجهود استثنائية من صومعة الطوز إدارة ومختبر ورقابة تجارية والقلم السري وبمتابعة متميزة من الأمن الوطني في
قضاء الطوز لأنه الجهة الأمنية المخولة. الحمد لله تم افتتاح موسم التسويق. هذا الموسم كلكم تعرفون موسم خير، الحمد لله الأمطار خير وبركة، والمنتوج والحاصل مال الحنطة جيدة جدا في المنطقة. الفلاحين عندهم مطالب بسيطة جدا بأنه أسوة بمناطق الجنوب وبعض مناطق صلاح الدين أيضا، الغلة زيادتها للدونم الواحد من طن إلى طن ونص، وهذا راح نشوف السادة النواب اتصلنا وياهم والطلبات جاهزة من زراعة الطوز، وإن شاء الله ننطيها للسادة النواب ويتابعوها، وإن شاء الله يجي يكون الجواب من صالح فلاحينا إن شاء الله على هالرؤى الشسمة الموجودة هالسنة وهالخير الموجود الإنتاج هالسنة، إن شاء الله هالسنة راح تصير عندنا اكتفاء ذاتي وما نحتاج لاستيراد حنطة من خارج القطر، وهذا الحنطة هو اللي راح يجهز ضمن السلة الغذائية كطحين كحنطة للمطاحن ويتم طحنها وكتسليم طحين للمواطنين. يعتبر قسم المختبر في السالو من أهم الأقسام، ولكن القسم يشكو من قلة الكادر. توجيهات السيد الوزير، توجيهات السيد مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب أنه هذا الموسم لازم يكون موسم متميز، موسم خير إن شاء الله ونجاح. فإحنا الحمد لله استعداداتنا جيدة، بس مع الأسف ينقصنا الكادر، يعني كادر عندنا قليل بالمختبر، وبدأ الموسم إن شاء الله والتوجه نحو التسويق كميات إن شاء الله خير وبركة، فيحتاج لنا كادر للمختبر. من المقرر وحسب قرارات وتوجيهات وزارة التجارة استلام صومعة الطوز حنطة من جميع فلاحين الطوز وآملي وسليمان بيك، وهذا ما أشار إليه المسؤولون بأن هذه العام زراعة الحنطة تصل إلى اكتفاء الذاتي، وقد لا نحتاج الاستيراد الحنطة من الخارج. لفضاية صلاح الدين، كاروان زنقنا، قضاء طوز خرماتو. ونبقى بقطاع الزراعة لكن هذه المرة من زاوية الأخطار المحيطة، فقد غزت الأمراض البشر والمحاصيل الزراعية بسبب شح المياه بمنطقة البوطواب بناحية يثرب التابعة لقضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين، وأكد الأهالي انتشار الجرب بين الأطفال وموت الكثير من أغنامهم والمحاصيل الزراعية، مبينين أن المناشدات تذهب أدراج الرياح والمعضلة تتفاقم ما يجبر بعض الأسر على الهجرة من المنطقة. كما أوضح بعض السكان أن المنطقة تشهد نقصا حادا بعموم مرافق الحياة الخدمية، مطالبين بالتفاتة عاجلة لانتشالهم من مزرية الحال. لا رسالة ولا مي ولا أسخن. والله ناشدنا كل المحافظة إسماعيل الهلوب وكل ناشدناها، ما عندنا لا تبليط ولا ماي ولا مدارس ولا عندنا مستشفى ولا كل شيء عندنا. كل من الروح عليه يا محل كل متواجهة يقول لك صار تمر أمر. ها منطقة البطواب ماتت خلاص. والله الحلال موت. النسوان هجت، الزلم هجت، ماكو مي. والله صح اليوم بنقطع المشروع صار لك 15 يوم، نقاطة مي ماكو. والله نشرب منها نقطة مات مي نصفيها بالمجنعة ونشربها، خايس المي همين بيريحة سبح ما سبحان الحد الآن. اجربوا جهال عندي، والله اجربوا يشهد الله جهال اجربوا وكرونة صار بيهم جرب ووصلتها وشافها مدير ناحية وحط صور صورتهم، والحد الآن يشهد الله علي وين ما اناشد كل مطالبنا غير اسماعيل الهلوب الحكومة صلاح الدين محافظ صلاح الدين. والله نعاني من هالنقص المياه، عندنا هذا النهر مالنا من دور السقوط لحد هذا يومك احنا ما عندنا مي خلاص، لا اساله لا مي، زرعنا مات، نعاني الجهات المعنيه ماكو، وياها تسال عليه ما حد لا يجيب لنا مي ولا، وهاي معاناتنا. عندنا حلال وعندنا نساء وعندنا اطفال وكلها عندنا مرضى سبب هاي المياه، هاي نقص هاي المياه هاي كلها دا تجينا منك من مشروع اسحاقي. احنا منطقه البطواب قريه البوحشمه ناحيه يثرب،
معاناتنا احنا مي ماكو، تبهذلنا صار لنا بالعالم الدارنا وما دار كلها صارت مال مي، واحنا من الله خلقنا لهذا اليوم نشرب من هذا المي. اذا اكو انسانيه واكو مثل ما يقول سلطات تجي تشرب من هذا المي، اذا واحد يقبل من المسؤولين يشرب من هذا المي، احنا ما نريد مي ولا نريد رساله. يعني هذا المي يجي تكرم الحيوانات الطبيه الكلاب، ويكرم الله شوف هاي النفايات، جيب الفضلات تذبها بنص المي ونشرب منها، وشوف هذا المي شلونه. واحنا نطلب من الله ومن الحكومه المحليه ان ينظرون لنا بنظر بعين الاعتبار. زين زرعتوا انتم منطقه زراعيه؟ منطقه زراعيه، وهذا شوفه يابس قدامك، وهذا الزرع شوفه هسه تروح تشوفه كله يبس انتهى، حاطين ملايين عليه. وحالان نجنا بالشتاء نجنا الدابه حتى شنو نحطها بالصيف على الصيفي، ولا حصلنا حلال ولا حصلنا صيفي. عشان احنا مدير الناحيه ثلاث مرات جانا ما سوى لنا حل. احنا عايشين على هالمايات، جهالنا تمرضت، عيالنا تمرضت، الناشد المحافظ يسوي لنا حل؟ يعني ما عمي جفت والله، عندنا زرع انتهى، الزرع عمي ما اريده، اريد بس عمي اريد عاد مي شرب ماكو. يعني احنا صارنا اكثر من 30 سنه ما حد دارينا بال، نروح على المحافظ على المدير الناحيه ما يناشد، على النواب ما فادونا بال، وقت الانتخابات يجونا ورا الانتخابات ما نشوف احد خلاص. انطلب عن مسجد مي، بس مي من المحافظ، من الله من المحافظ. أني هذا الكتاب سويته من شهر الثامن ولحد هاي الساعة ما يتنفذ من أستاذ إسماعيل خضير الهلوب، ولحد هاي الساعة باكر وعقبه هاي صار 8 شهور ما تنفذ المشروع على الجمعية منطقة الجمعية الشفاء والبطواب. وهذا الكتاب وهذا اللي المبلغ مالته 249 مليون، واللي حد الان ما تنفذ. استاذ علاء جاي لحد الان يراسلني وراسله وماكو شيء لحد الان. اطالب من السيد المحافظ ان يوقع لنا هذا الكتاب ويصرف لنا هذا المبلغ اللي هو 248 مليون على مود نشرب مي. وحس متنا والله انتهينا، اريد مي هسه، اريد اسبح ماكو، صار اسبوع والمشروع صار 10 ايام انقطع، ويا هالاراسته يقول لي بعد احتمال للسبت يلا يجي المي. احنا انتهينا، عندي انا عندي 6 احتمال يجي مي من الدور، اجيب الحلالي انه نسبح ماكو، انتهينا والله انتهينا. وفي السياق اكد مدير المركز الارشادي التدريبي الزراعي في صلاح الدين عبد الكريم سحاب الدبسه ان المركز يعمل على تقديم الخدمه للمزارعين على صعيد المحافظه من خلال اقامه العديد من الدورات الارشاديه والتوعيه بخصوص اداره المحاصيل الاستراتيجيه بشقيها النباتي والحيواني والحفاظ على البيئة من مخاطر استخدام المبيدات الزراعية، وكذلك فتح خطوط التواصل المباشر مع المزارع وكيفية إدارة الحقول بالشكل الأمثل، مشددا على أهمية استسقاء المعلومات من المراكز الزراعية المعتمدة للارتقاء بالواقع الزراعي بشكل عام. هناك عدة أهداف قدمت للمزارعين في محافظة صلاح الدين من قبل المركز الإرشادي في صلاح الدين. هذه الأهداف متمثلة بإقامة العديد من الدورات والأنشطة الإرشادية والتوعوية بخصوص إدارة المحاصيل الاستراتيجية وغير الاستراتيجية بشقيها الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني. تعمل هذه الأنشطة الإرشادية على توعية المزارع حول كيفية زيادة الغلة بأقل تكلفة ممكنة، وأيضا بالمحافظة على البيئة بقدر الإمكان من خلال استخدام المبيدات الأمثل وعدم استخدامها بشكل مفرط. كما تم تقديم استشارات مختلفة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للمزارعين، وفتح خطوط تواصل مباشر مع المزارع من خلال الاتصالات وإبداء الرأي والاستشارات الزراعية، وإعطائهم فكرة واضحة حول كيفية إدارة الحقول الزراعية وأيضا مربي الإنتاج الحيواني. طبعا رسالتنا واضحة جدا، هي الحذر في استسقاء المعلومة، يجب اللجوء إلى المراكز الإرشادية أو المحطات أو المزارع الإرشادية الموجودة في مناطقكم أو أقرب مزرعة إرشادية موجودة لاستسقاء المعلومة. هذه المراكز الإرشادية تعمل على إعطاء المعلومات بصورة مجانية من قبل كادر متخصص، هذا الكادر المتخصص يكون موجود في المراكز الإرشادية أو المحطات البحثية بسبب التواصل من خلال التواصل المباشر معهم. استسقاء المعلومة مهم جدا، لأن الفلاح كما هو معلوم يعمل على مدار أشهر للحصول إلى حاصل وفير، فأي خطأ
في أخذ المعلومة يؤدي إلى تلف هذا الحاصل أو تقليل هذا الحاصل، وبالتالي العملية الزراعية لا تقبل الخطأ. نرجو من المزارعين التواصل مع المراكز الإرشادية لحل المشاكل الإرشادية، وأيضا أخذ النصح فيما يخص المحاصيل القادمة من خلال إعطاء برامج إدارة متكاملة للمحصول. وفي الجانب المهم من الاستقرار والخدمات، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابيين وضبط كتسن الاعتدادي في صلاح الدين والأنبار. وذكرت المديرية في بيان أنه من خلال معلومات استخبارية دقيقة وكمين محكم تم اعتقال الإرهابيين المطلوبين للقضاء في قرية العيثة التابعة لقضاء الشرقاط شمال صلاح الدين وتسليمهما لجهة الطلب. وفي ذات التوجه تمكنت قوة عسكرية مشتركة من ضبط كتس يحتوي على 300 حاوية اعتاد ممتلئة في وادي إثميل غرب الرمادي، حيث غالبا ما تستغل الخلايا الإرهابية المناطق الصحراوية المشتركة بين صلاح الدين والأنبار لتنفيذ عمليات متفرقة. إقبال ملفت للنظر نحو شراء أشجار الزينة للمنازل وترميم حدائق البيوت بمحافظة صلاح الدين، فسحر الطبيعة يبقى علاجا فعالا من الاكتئاب، ولهذا السبب يلجأ الكثيرون لجعل الحديقة متنفسا وملاذا للراحة وإن كانت مؤقتة، ما دفع المواطنين للتوافد نحو المشاتل لشراء الورود وأنواع من الأشجار. مراسلنا وليد علاء تجول بأحد المشاتل ووافانا بالتقرير التالي. يهتم المواطنون في صلاح الدين بحدائقهم لتزيينها والتمتع بأجوائها في الموسم الصيفي. تطيب الأنفس إلى الألوان البراقة من مختلف أنواع أشجار الزينة، إذ يقبل عليها المواطنون لشرائها وزراعتها والاهتمام بها حتى تعطي ما أعطاها لها وصممها الخالق البديع من الجمال والأناقة والمعطرات دعما للصحة البيئية وجمالها. بالنسبة للمشاتل والزرع والورد بشكل عام، العراقي دائما هو ميال للتفاؤل، حب الحياة، حب اللطافة، حب الترافة، فدائما يلتجئ، تشوف العوائل يلتجئون للمشاتل للبساتين، هاي وحدة. الثانية الضغوط السياسية ودي يمر بها البلد، العراق يريد له متنفس، شيء يباوع عليه يعطيه تفاؤل، شيء يعطيه ريحة طيبة، شيء يحسسه أنه موجود يعيش، فميالين لهاي الأمور. فأنا هسه جيت هسه بهاي العصرية ما عندي شيء، جيت أجل المشتل. نباتات الزينة طبعا تنقسم إلى قسمين، قسم ظلي داخلي يصير داخل المنزل، وقسم خارجي انه يتحمل اجواء شمس ما شمس. نباتات الخارجيه طبعا اللي هي ترهم بالحديقه عده انواع، منها الجاردنيا، البوكسيز، كف مريم، حمضيات بانواعها. اذا واحد بيته مثلا منطح شمس مثل ما يقال، شو يستخدم نباتات حتى يسوي؟ اكو نباتات تصير تسوي ظل، يعني مثل عندك السبحبح، عندك الالبيزيا، اكو نباتات تكبر عاش تيدك تنمو بسرعه، تسوي ظل او ترطب نقول الهواء الجاي او فيصير تاثيرها انه تقلل من السموم او اللهب الجاي، فيصير تاثير الحراره عندنا يقل. واكو من عندهم نحط هذا الساران، اذا حدائق صغار وشمس قويه نقدر نحط هذا الساران يقلل، يعني شلون نقول شمس مفلتره. امراض انتقاليه مختلفه تصيب هذه النباتات، لكن ما هي اللغه التي تتعامل بها النبتة مع المزارع أو صاحب الدار؟ يقول مهندسون زراعيون أن علامات النبتة تقرأ في ألوانها وقوتها ونظرتها، أما مصدر الأمراض فهي عادة تعبر الحدود مع عمليات الشحن، فلا بد من إخضاعها إلى الحجر الزراعي. من أبرز المشاكل اللي نعاني منها هذه السنوات، خصوصا السنوات الأخيرة، هو ظاهرة انتشار الأمراض النباتية على نباتات الزينة وكذلك النباتات الاقتصادية. تجي الأمراض هاي من ضعف الحجر الزراعي، الحجر الزراعي مراكز لفحص النباتات أثناء الدخول، كل ما كان الحجر الزراعي أقوى كل ما كانت نسبة الأمراض النباتية أقل عددا وكمية ونوعية. طبعا أكيد هو هذا السبب الرئيسي. شلون نعرف بأنه الوردة أو النبتة تعاني من مشكلة مرضية؟ ممكن لأي شخص سواء مزارع أو مهندس زراعي يعرف أنه النبات يعاني يعني من إصابة حشرية أو فطرية، يعني ممرض، من التغيرات اللونية اللي هي أبرز شيء، ضعف باللون،
نظارة قليلة. في هذه المشاتل تباع أفضل أشجار الزينة بأقضية صلاح الدين الجنوبية، وتشهد إقبالا مستمرا طوال السنة. يقول أصحابها أن الأسعار هنا مناسبة جدا وهي في متناول الجميع. أنواع الزهور، أنواع الورود، ورود عراقية، ورود مستوردة تركية، هولندية، إيرانية، سورية، وشغل بيزينة عراقية، وبأسعار جيدة جدا. جيدة الأسعار في متناول الجميع. المتناول الجميع وبأسعار مناسبة جدا. أخو زخم الحمد لله. الأجواء مناسبة. والعراقي مناسب. ذواق الحمد لله. والله يحب الورود. ويحب الجمال، والله سبحانه وتعالى يحب الجمال. بعيدا عن ضجيج الحياة ومشاغلها، الحدائق رئة المنازل، يتنفس منها المواطنون المولعون بها هربا من الهموم وكسبا للراحة والاستجمام. من جنوب تكريت، وليد علاء، صلاح الدين. وفي بغداد، حيث الساعات تمضي ببطء مع جو سياسي مؤهل للتصويت على الموازنة الاتحادية بجلسة استثنائية خلال الساعات المقبلة، فقد اتفق قادة البيت السياسي الشيعي في اجتماع على الالتزام بالتوقيتات التي أعلنها ائتلاف إدارة الدولة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري وتأمين متطلبات الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي. وتزامن الاجتماع مع اكتمال مراحل مراجعة أبواب الصرف للوزارات والمحافظات والدفع لتمرير الموازنة جلسة الأربعاء أو الخميس، حسب مطلعين على طبيعة الأجواء التي يشهدها البرلمان ومختلف الأروقة السياسية. وفي سياق الاستعدادات لتطبيق البرنامج الحكومي، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الشغب ومطلقي الهتافات المسيئة داخل الملاعب. وشدد السوداني على اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية لردع هذه الحالات الدخيلة على ملاعب العراق والبعيدة عن أخلاق شعبه، فيما تعهد الشمري باتخاذ كل ما يلزم من أجل الحد من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تستشري مؤخرا في الملاعب. وتشهد الملاعب العراقية صدامات بين جماهير الفرق المتنافسة ورفع شعارات عنصرية لا تمت لكرة القدم والرياضة بصلة، وصلت حد الاشتباك بين المشجعين في مشهد لم يألفه الشارع الرياضي العراقي، ما استوجب إعادة فرض النظام. طمأن رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني وفدا من رؤساء وممثلي الشركات ورجال الأعمال الألمان وآخر لرجال الأعمال الإماراتيين بالتزام الحكومة العراقية بخطوات التعاون والشراكة في مختلف القطاعات، وشدد على ضرورة استغلال الاستقرار الأمني والاقتصادي المدعوم برغبة رسمية وشعبية لإنجاح الفرص الاستثمارية ضمن البرنامج الحكومي والنجاح بتحريك مشاريع كانت معلقة لأكثر من 15 عاما. من جانبهم، أبدى رؤساء وممثلو الشركات الألمانية حماستهم ورغبتهم للعمل في العراق، فيما أكد السفير الألماني أن ما تحقق في العراق خلال 6 أشهر يوازي ما تحقق خلال 15 سنة الماضية في مختلف جوانب الاقتصاد والتنمية. اليوم موجودة الشركات الألمانية، موجودة أيضا 60 شركة أو 61 شركة إماراتية. غدا سوف يكون هناك وفد للشركات القطرية، في الشهر السادس سوف يكون هناك وفد كبير تجاري من واشنطن، في هذا الشهر أيضا سوف يكون مؤتمر لوزراء النقل لدول المنطقة وتركيا وإيران والأردن وسوريا بخصوص طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو بتركيا ثم أوروبا. العراق الآن بكل ثقة هو ورشة ومحطة لاستقبال الشركات العالمية. هناك استقرار سياسي واضح، هناك استقرار أمني، هناك رغبة من كل الأطراف الرسمية والشعبية نحو إنجاح والواقع الاقتصادي في العراق. هذه الحكومة بكل ثقة نقول لديها برنامج واضح، لديها رؤية،
لديها خطط في كل قطاع. في 6 أشهر استطعنا أن نحقق أعمال ومشاريع كانت معلقة منذ أكثر من 15 سنة. أنا أقولها أنها الفرصة المواتية لكل الشركات أن تتواجد في العراق في مختلف الأعمال. وفي ذات التوجه أكد السوداني لوفد من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة قطر برئاسة الشيخ نواف بن ناصر الثاني انفتاح العراق اقتصاديا على محيطه الإقليمي والدولي والعمل الجاد لتأسيس شراكات بناءة في مجال الاستثمار، وذلك في ظل الفرص الاقتصادية المتاحة التي أطلقتها الحكومة لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والبتروكيمائيات. وأشار إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة من بداية تشكيلها في سبيل توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة سواء للمستثمر المحلي أو للمستثمرين من خارج العراق، مؤكدا جدية الحكومة في تحقيق نهضة اقتصادية تعزز مسار التنمية في البلاد. من جانبه عبر الرئيس وفد رجال الأعمال القطري عن امتنانه للقاء رئيس مجلس الوزراء وحرص الحكومة على التعاون مع الشركات القطرية الكبرى، مؤكدا الاستعداد للعمل في العراق وإيجاد شراكات استراتيجية مع رجال الأعمال والقطاع الخاص في العراق الذي أصبح بيئة جاذبة للاستثمار. وكان رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي قد أعلن عزم المالية النيابية على زيادة تخصيصات المحافظات لاستكمال المشاريع المتلكئة في ضوء نتائج الاجتماع المهم مع المحافظين وتوفير تخصيصات تنمية الأقاليم. رئيس لجنة الخدمات النيابية أشار إلى وجود مشاريع استراتيجية مهمة في محافظات الوسط والجنوب والمحررة تتعلق بالقطاعات التعليمية ومجمعات الماء وبناء المستشفيات والطرق تحتاج لوقفة جادة من الحكومة لاستكمالها، ويتفق هذا التوجه مع قراءات سياسية واقتصادية تضغط باتجاه منح الحكومات المحلية خيارات وإمكانيات تنفيذ المشاريع المحلية لفك الاختناق مع الوزارات بعد فشل تجربتها بتنفيذ الكثير من المشاريع المتلكئة منذ سنوات. وبالتزامن مع تطمينات لتمرير الموازنة والبدء بتوزيع الاستحقاقات لتنفيذ البرنامج الحكومي، تقدمت مفوضية للانتخابات خطوة مهمة في استعدادات مجالس المحافظات، حيث صوت مجلس المفوضين على اختيار رئيسه ونائبه. بيان للمفوضية أكد اختيار القاضي عمر أحمد محمد رئيسا لمجلس المفوضين خلفا للقاضي المستقيل جليل عدنان خلف والقاضي فياض ياسين حسين نائبا لرئيس المجلس، فيما تم اختيار القاضي عباس فرحان حسن رئيسا للإدارة الانتخابية. ويقول مختصون أن مفوضية الانتخابات أكملت الهيكلية القانونية للإدارة وتستعد مبكرا لانتخابات مجالس المحافظات بانتظار تأمين المتطلبات الفنية والمالية التي وعدت بها حكومة السودان بعد أقرار الموازنة والمباشرة بتحديث سجلات الناخبين بالبطاقة البيومترية. وفي سياق الاستعدادات للمرحلة المقبلة، أكد تقرير لوكالة رويترز بأن حملة الإصلاحات التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني تبعث الأمل بتفاؤل حذر لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين الذين سئموا من سنوات طويلة من الصراعات وأهمال الحكومات السابقة. وذكر التقرير أن السوداني يحظى بدعم ارتفاع أسعار النفط فضلا عن الدعم السياسي القوي، وهو يركز على تحقيق مكاسب سريعة لاسترضاء شريحة كبيرة من الشباب الذين طالما نظموا احتجاجات متكررة ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والبطالة وسوء الخدمات والفساد. ونقل التقرير عن عراقيين تفاؤلهم بشأن المستقبل بسبب التحسن في البنية التحتية والاستقرار الأخير الذي فتح البلاد أمام عدد هائل من السياح معظمهم من الدول العربية، والتحسن اللافت في الطاقة الكهربائية والحد من انتشار السيطرات الأمنية، موضحين أن هذه التغييرات كانت أهم ما شهدوه منذ عام 2003. ويشهد العراق نشاطا اقتصاديا على مستويات مختلفة، حيث تتوالى الملتقيات المعززة لاقتصاد البلاد في مختلف القطاعات. ولتوثيق الاستثمار والتبادل التجاري بين العراق والإمارات العربية المتحدة، أقيم ببغداد الملتقى الاقتصادي العراقي بمشاركة عشرات رجال الأعمال والشركات من الدولتين.
ويعد بمثابة خطوات جديدة تضاف لمسار الاستثمار القائم بين البلدين. الملتقى فعليا بيجمع من رجال الأعمال الإماراتيين، هو الملتقى الأول للأعمال العراقي الإماراتي وتم إنشاؤه هلأ والإعلان عنه. زي ما شفنا بالملتقى في تبادل تجاري كبير بين الإمارات والعراق. بالنسبة للجانب العراقي فالإمارات هو يعتبر الأول في الجانب العراقي بالنسبة للاستثمارات العراقية أو الإماراتية الموجودة في العراق، وبالنسبة للعراق وبالنسبة للإمارات أيضا هو العراق هو الخامس بالنسبة للجانب الإماراتي بالنسبة للاستثمارات اللي موجودة في الإمارات، وهذا شيء جدا جيد البناء عليه، وتمنياتنا انه يتطور التعاون التجاري العراقي الاماراتي لصوره اكبر ان شاء الله. بصراحه ملتقى جميل، في فرص استثماريه كبيره في دوله العراق، وان شاء الله يكون للمستثمرين الاماراتيين فرصه للاستثمار في العراق وبحث فرص جديده وقيمة في السوق العراقي، ونتمنى من الشركات العراقية كذلك تحصل الفرصة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشكر الحكومة العراقية على إتاحة الفرصة لنا، وأشكر القائمين على هذا المعرض على التنظيم وعلى الحضور المميز. طبعا هذا الملتقى الأول بتبادل اقتصادي وتجاري مشترك على جميع القطاعات الخاصة والمشتركة والحكومية، طبعا مقدمة كلش جيدة، بادرة كلش ممتازة، يعني خطوة جيدة نحو الاستثمار بالعراق ما شاء الله. يعني أنا كلش سعيد بهذه الخطوة لانفتاح الاقتصاد العراقي على البلدان المجاورة وبخصوص الإمارات التي تعتبر هي قطب، حاليا تعتبر قطب التجارة في المنطقة، يعني كما تعرفون هي الأولى في الاستثمارات واستقطاب المتعددة الجنسيات والشركات المتعددة، فيعني هو مكسب كلش قوي ومكسب كلش ثمين بالنسبة للدولة العراقية، استقطاب دولة الإمارات من هذا الجانب، الجانب الاقتصادي والجانب المالي والمصرفي والقطاعات. بالتأكيد العراق الآن يمر بحالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، وهذا انعكس إيجابا على البلد، وبدت الدول الإقليمية والدول الأخرى والدول العالم تجد أنه في العراق بيئة جاذبة للاستثمار، وهذا محط وبدأ يكون محط اهتمام الدول، فهي بادرة إيجابية و ستنعكس بشكل إيجابي جدا على قطاعات كثيرة، منها قطاع السياحة، حيث أن الفنادق الآن في بغداد والمحافظات تشهد حركة جيدة، بالإضافة للأسواق الأخرى كالمولات والمطاعم وغيرها، هذا على المستوى الانعقاد هكذا، وبالإضافة إلى الاستراتيجية التي ستنعكس مستقبلا بإنشاء صناعات وتجارة متبادلة مع هذه الدول، وبالأخص دولة مثل الإمارات العربية المتحدة دولة مهمة في العالم. احنا الحقيقة عدة لقاءات البحث كنا في رجال أعمال ألمان واليوم رجال أعمال إماراتيين، وإن شاء الله في طور تقدم العراق نحو الأفضل والأحسن نشوف الشركات العالمية قامت تجي للعراق وتريد تحصل فرصة استثمارية أو في مجال الصناعة ومجالات أخرى. الملتقى هو فرصة يعني استثمارية وتجارية لكل الدولتين، يعني بالإضافة إلى راح تزيد فرص نجاح العمل بين الدولتين وتقدم هواية خدمات للمشاريع التجارية والاقتصادية. احنا نفرح بهيك ملتقى ونتمنى يعني يزيد هذا الشيء، لأنه البلد اليوم محتاج إلى هذا القطاع الخاص أنه ينهض أكثر ويتطور أزيد.
وفي ملف يجمع مختلف التحديات ويمثل ورقة الربح الكبيرة على طاولة حكومة السودان. أكدت وزارة الكهرباء أن تجهيز المواطنين بطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف الحالي سيكون الأفضل منذ سنوات، مشيرة إلى توجه لإنتاج 24 ألف ميجاوات، ورغم أن الحاجة الفعلية لسد الاكتفاء تتطلب 35 ألف ميجاوات. فإن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قال أن الوصول إلى عتبة 24 ميجاوات سيؤمن أفضل تجهيز منذ سنوات، مشيرا إلى اجتماعات فنية مستمرة وبشكل يومي من خلال غرفة عمليات من أجل تحسين واقع الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة. ولمس العراقيون خلال الشهرين الماضيين تجهيزا جيدا للطاقة الكهربائية في مختلف المحافظات، الأمر الذي أدى لتخفيض سعر الأمبير في المولدات وسط تطلعات المواطنين بانتظام ساعات التجهيز في الأشهر المقبلة، خاصة بعد تأكيدات المتحدث باسم الكهرباء بأن الدفتر الأصفر للسوداني يدون كل شاردة وواردة تخص الكهرباء. افتتح بمحافظة البصرة معمل عبر الشرق لإنتاج اللواصق الداخلة بالمواد الإنشائية بتكلفة وصلت إلى 12 مليون دولار أمريكي، وهو ما صرح به رئيس هيئة الاستثمار علاء عبد الحسين، مضيفا أن المعمل ينتج الآن بخطين 16 مادة، وسيصل بطاقته الكلية بأربعة خطوط إلى 30 مادة، وسيغطي حاجة البلاد للعديد من المواد اللاصقة مع إمكانية التصدير لدول أخرى، وهو واحد من بين 42 إجازة لمعامل تم تنفيذ 29 منها. وتبع بالقول أن المعمل مجهز بروبوتات من الجيل الخامس من مناشئ عالمية، ويهدف في إنتاجه إلى تنمية اقتصاد العراق والخروج من الريع النفطي إلى المتعدد. اليوم في زيارة ميدانية لمعمل عبر الشرق للواصق الكيميائية. هذا المعمل ينتج مادة اللواصق أو مواد اللاصقة اللي تدخل في المواد الإنشائية أو مواد البناء، بالإضافة إلى سوائل البناء المتعددة. هذا المعمل ينتج بطاقته الكلية في أربع خطوط، ينتج أكثر من 30 مادة. الآن اليوم شفت التشغيل التجريبي، ينتج إن شاء الله بخط أو بخطين ينتج 16 مادة. هذا المشروع كلفته أكثر من 12 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى على أرض مساحتها تبلغ 12 متر. لحد الآن في محافظة البصرة تم منح إجازات استثمارية للقطاع الصناعي بمعدل 42 إجازة لمعمل لإنشاء معامل في محافظة البصرة، 29 من عدها دخلت حيز التنفيذ والآن مكتملة بنسبة 100%. إن شاء الله تناسقاً أو تنسيقاً أو ننسق مع الحكومة المحلية لكي والحكومة طبعا الاتحادية لكي نلبي حاجة البلد من هذه المواد. حسب ما تم إبلاغي اليوم هناك طلبات للتصدير من هذا المعمل اللي هو في محافظة البصرة إلى بعض الدول المجاورة، على اعتبار هذا المعمل ينتج مواد حديثة جدا بتقنيات حديثة، يستخدم روبوتات الجيل الخامس التي تم استيرادها من مناشئ عالمية متطورة جدا. لذلك أعتقد هذا المعمل هو معمل يعني سيعتبر من المشاريع التنمية الاقتصادية التي من شأنها أن ترفع من مؤشر التنمية الاقتصادية في كل العراق، وهذا ما نعمل عليه طبعا متسقين أو متناسقين مع البرنامج الحكومي الذي يحاول أن يخرج الاقتصاد الريع النفطي إلى اقتصاد متعدد. ولأن صوت البصرة يؤثر في الإيقاع العام الموصلي بحكم العمق التراثي والحضاري وتكامل هوية المدن رغم التقلبات عبر الحقب الزمنية، تستعيد نينوى عافيتها بخطوات تجمع بين الاقتصاد والأمن والإعمار. وفي التفاصيل، يعد بيت التراث الموصلي على ضفاف نهر دجلة بمدينة الموصل تحفة تحاكي حياة الموصليين في الماضي، ويعتبر كدليل على رقي العمران في حينها. مراسلنا يوسف البرهان أجرى جولة في بيت التراث وأعد هذا التقرير. على ضفاف نهر دجلة
وبالقرب من قلعة قراسراي يقع بيت التراث الموصلي، بيت عتيق أعيد إعماره على الطراز القديم، والذي يعد أول متحف يعنى بالتراث الموصلي، حيث يضم هذا البيت أقدم المقتنيات، فضلا عن عرض المواقع الأثرية والتراثية التي تم تدميرها خلال الحرب على داعش. كجزء من نشاط بيت تراث الموصل هو عمل المتحف الخاص بالمقتنيات التراثية اللي تم التبرع بها من قبل العائلات الموصلية، واليوم أصبح هذا الموقع يعني مكان لإقبال العائلات في مدينة الموصل، وأيضا السياح القادمين من خارج الموصل والسياح الأجانب. نشوف هذا الاهتمام الكبير من قبل الناس للتعرف على تاريخ هذه المدينة العريقة. يعود هذا البيت إلى عائلة آل رحيم، حيث تبرعوا بهذا البيت ليكون نموذجا للعمارة الموصلية، وأهم ما يميزها الفرش الموصلي والأقواس والإيوان والسرداب. بعد انطلاق مشروع فريق تراث الموصل وما نحن عليه اليوم بهذا البيت، هو بيت تراث الموصل، يجون كثير من السياح من العرب والأجانب. بيت التراث هو بالضبط ملك لعائلة الرحيم، دكتور أسامة الرحيم هو اللي حب أن يكون له بيت على الطريقة التراث المعماري الموصلي القديم. تم بناء البيت بهذه الطريقة، وتم تقديم البيت لفريق تراث الموصل ليكون مقر لعملهم. فريق تراث الموصل الفريق اللي تشكل قبل 3 سنوات تقريبا، شكلوا الناشط أيوب ذنون. الفكرة الرئيسية هي الحفاظ على تراث الموصل، نقل هذه الأفكار إلى كل الأجيال الموجودة. بعد ما طور العمل تم التفكير في أن يكون هناك مقر للفريق، وأيضا هذا المقر يصبح كنواة لمتحف، وهذا اللي تم العمل عليه في هذا البيت، في بيت تراث الموصل. متحف افتراضي يقدم المواقع التراثية بطريقة حديثة عن طريقة العرض 3D والفي آر وغيرها. شباب متطوعون من الموصل سعوا لإعادة المدينة إلى واجهتها الثقافية والتراثية من خلال هذا البيت، ولتعزيز دور التعايش السلمي وبناء السلام بين مكونات أهالي نينوى. من الموصل يوسف البرهان، قناة صلاح الدين الفضائية. ولأن التحديات لا تتوقف بقطع أو ذاكرة، فهناك أرقام أخرى لتضاف لسجل الإبداعات والمواهب العراقية. فقد حصد 7 مشاركين بمسابقة المرمجة والذكاء الاصطناعي العالمية جوائز متقدمة، وكان طالب المرحلة المتوسطة من محافظة واسط محمد أسعد أحد الفائزين، والذي شكى من ضعف الاهتمام والدعم الحكوميين لهذه الفئة الموهوبة. مراسلنا حسن الرسام زار أسعد بمنزله وأجرى معه الحوار التالي. محمد أسعد إسماعيل، عمره 15 سنة، من ثانوية المتفوقين في واسط، في الصف الثالث متوسط. شاركت عدة مسابقات، كانت أول مسابقة لي مع ملتقى الكفيل العتبة العباسية المقدسة. كان أول جهاز لي هو الرادار، عبارة عن جهاز تطي بعض الصور، راح يقرأ لك شنو الموجود بالصورة. أما المشاركة الثانية كانت أيضا مع الكفيل، بس كانت مسابقة أو كانت أيضا ورشات بنفس الوقت. شاركت بها عدة أجهزة، منها جهاز ترشيد استهلاك الضوء وجهاز الرطوبة. وبعدين المسابقة الأخيرة اللي هي مسابقة كوديفار، كانت مسابقة على مستوى العالم، شارك بها أكثر من 100,000 مبرمج، وتأهلنا منه 96 من العراق، وكان عدد الفائزين 60 وكان 7 من العراق. كنت أحد الفائزين بهذه المسابقة. كان جهازي هو الباب الذكي باستعمال أردوينو وشاشة LCD وقطعة الكيبورد. زين، اليوم إنه هاي الأشياء تحب وين توصلها؟ يعني تطمح؟ أحب أن أوصلها للمجتمع، خاصة مجتمعنا العراقي، لتساعد على التطور. مثلا الباب الذكي يستعمل في المنازل أو يستعمل في المحلات أيضا كوسائل أمان. يعني يقدر أنه التحكم عليه عن طريق البعد؟ تقدر تتحكم بين أيضا، إذا تحاب تطورها مثلا تربطها بالبلوتوث أو شبكة الواي فاي، همين تقدر تتحكم بين عن موبايل أو عن طريق الكمبيوتر أو أي جهاز آخر. تقدر تستخدمين وتصير أسهل من اللي إحنا قاعد نستخدمه حاليا. زين محمد، اليوم أكو دعم من يقدر هذه المواهب وهذه الفئات، يعني يقدم لها الدعم
حتى تبدع أكثر؟ حالياً في بلدنا لا، نتمنى أنه يصير أكو دعم على مود مساعد تطويرنا وتطوير مواهبنا وتطوير أيضاً المجتمع. الغاية من هذا الجهاز مو فقط حساسات، بل هي أجهزة يمكن تطويرها عن طريق ربطها بالذكاء الاصطناعي، وتشوف مثلاً الجهاز أو النباتات المنزل أو النباتات المزرعة رؤيتها وقياس نسبة رطوبتها عن طريق التليفون، أو رأيها وتشغيل المرشات بالتليفون وانت خارج المنزل او خارج المنطقة والمحافظة كلها. يمكن استخدامه بالمنازل، الباب الرئيسية او الاماكن مثلا المحلات او الاسواق اللي تستخدمها للوسائل الامان، وايضا تقدر تستخدمها كلوحة الكارد او عن طريق بصمة او عن بصمة العين او بصمة الاصبع او عن طريق التليفون. ونبقى في عالم الموهبة، حيث المهرجان الذي تقيمه لأول مرة البعثة الأوروبية في العراق وبالتعاون مع تجمع أفلام العراق في قاعة المحطة لرواد الأعمال في العاصمة بغداد، والذي يهدف للتعريف بدور السينما الأوروبية في العراق. وشهد المهرجان عرضا لأفلام قصيرة تنوعت بين الاجتماعية والإنسانية، فيما حظيت الأفلام التي تعنى بواقع محافظة نينوى نصيبا كبيرا بين العروض. وتعد هكذا فعاليات بمثابة تعزيز لثقافة الشباب والإعلام المرئي، والذي يعنى بنقل الحقيقة من الواقع. دور المهرجان هو الدور الأول اللي صار بالعراق في حاليا، هو قام الاتحاد الأوروبي بتنشط هذا المهرجان لأول مرة بالعراق، اللي يتحدث عن دور السينما الأوروبية في العراق. بنفس الوقت اليوم هو كان اليوم انه ميكس بين الافلام القصيره اللي حدثت، افلام القصيره اللي تم انتاجها تصويرها بالموصل، وايضا اكو افلام اوروبيه بس كلها بقصص بها او نقول رساله وقصص اجتماعيه. كانت من الافلام الموصل اللي تم التكلم عنها هي افلام واقعيه قصيرة تحكي عن واقع المجتمع العراقي، منها العنف الأسري، قصص خاصة بالطفولة من تعرض استغلال الأطفال، من ناحية الأحداث أو المآسي اللي صارت أيام داعش، موضوع آخر من ناحية الزواج القاصرات اللي دي يصير. هاي بصورة مختصرة اللي كان يوم أحد العرض اللي صار هذا اليوم. توجهت دعوة من سفير الاتحاد الأوروبي ابن حيدر لحضور مهرجان الأفلام الأوروبية والأفلام القصيرة العراقية، وحيدر ابني ممثل وله يعني فيلم قصير بس ما عرضه هسه، وجاي يشارك أنا ساعدته، هو موهوب ويحب التمثيل والفن، وأنا يا داعمة يعني، وما شاء الله يعني راضيني وراضي كل الكادر الفني ويال من المخرجين يشتغلون، أبد مو يعني يكون متعب. أهم اشتغل فيلم عالمي، فيلم مخرج سويدي، واشتغل أفلام قصيرة لمشاريع تخرج مع الطلاب مخرجين، فاز عنده فيلم فاز قبل فترة، وعنده بعد فيلم إن شاء الله همين إن شاء الله راح يفوز. أنا بابا يعني خلاني بهذا المجال من الروضة، كنت أقرأ شعر وأطلع برفعة العلم، وبديت يعني من هناك يعني اكتشفت موهبتي مثل ما يقول. ولهذا العمر هسه يعني شاركت بهواية أفلام سينمائية دراما، يعني عندي أفلام همين فايزة، وتجربة كانت كلش جميلة. دوري أنا عندي هواية أفلام، بس من الأهمهن إنه بنية صغيرة أختي راح بابا يبطلها من المدرسة، لأن مثلا لا سمح الله أمنا ميتة وهي لازم تشتغل وتعوف المدرسة، ويعني راح يزوجها من عمر باكر يعني هيجي، ويبطلها من المدرسة وهي يعني تحب الدراسة وطموحة. أنا كان دوري الأخو يعني المقهور عليها، ما أخليها هيجي يعني ردها تكمل دراسة.
احنا اليوم عندنا مهرجان الفيلم الاوروبي، دورته الاولى بالعراق، هو حدث سنوي يصير باغلب دول العالم بكل سنه، لكن لاول مره بالعراق يصير بتنظيم من الاتحاد الاوروبي، بعثة الاتحاد الاوروبي بالعراق بالتعاون مع مؤسسه المحطه لرياده الاعمال في بغداد. الهدف من المهرجان هو التعريف بثقافات دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام. احنا كل يوم عندنا فيلم مختلف من دولة من دول الاتحاد الأوروبي، عندنا يوم إسباني، يوم يوناني، يوم إيطالي إلى آخره. الهدف وبعض الأعمال أيضا أكو تكون هي أصلا مشتركة بأكثر من دولة من دول الاتحاد الأوروبي، يحاولون يعرضون بها أغلب الدول اللي أغلب الأفلام اللي تكون مرشحة بعدة جوائز وفازت بجوائز عالمية، كلها تنجمع وتنعرض بمهرجان الفيلم الأوروبي. يعني أنا اللي أتمنى من كل اللي بعمري واللي أكبر إنه يحضرون هيك مهرجانات. ليش؟ لأن هاي المهرجانات مثلاً هذه الأفلام، هسا أنا من تفرجت فيلم عنده فت فكرة معينة يريد يوصلها لمجموعة معينة من الناس، فمثلاً هسا أنا من هذا شفت هذا الفيلم، شفت الفكرة اللي هو شنو وصلها، راح عقلي يقوم يتفتح، يقوم يفكر أكثر، يقوم يريد مثلاً يقول مثلاً هاي مثلاً الدولة هيك مسوية، هيك عندهم تطور، مثلاً أبنائهم هيك عندهم تطور بالعلم، تطور بالثقافة، فلازم انه احنا نجي مثلا نشوف افلام، بس شنو افلام الهادفة، يعني مو اي فيلم احنا نشوفه، لا اكو افلام هادفة احنا نقدر نشوفها ونتعلم منها ونستفاد من عدها. فاللي اتمنى منهم انه يجون يحضرون، حتى مو بس يشوفون افلام، يتعرفون على اناس هنا مختلفين، مختلف الثقافات، مختلف الفئات. ولأن حدود الاستقرار والإبداع مشتركة، أكدت مصادر كردية قيام قوات قسد بتسليم دفعة جديدة من عناصر تنظيم داعش العراقيين الموجودين في سجونها إلى الحكومة العراقية، فيما أكملت إجراءات ترحيل 157 عائلة من الهول السوري إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل. وأوضحت المصادر أن عدد أفراد العائلات يقدر بنحو 600 شخص سوف ينقلون إلى العراق عبر حافلات، ضمن جهد استخباري موسع لمنع تحويل العوائل والأطفال بشكل خاص إلى قنبلة موقوتة للتطرف والإرهاب. وضمن القراءات الاستخبارية، فإن تجميع النازحين والمهجرين في مناطق مغلقة يسهل بث أفكار التشدد ومحاولات إعادة تنظيم خلايا داعش، بينما إعادة تأهيلهم أقصر طرق الاستقرار بعد استفادة الجميع من ظروف المرحلة الماضية. أعلنت وزارة الداخلية إيقاف 40 حالة ابتزاز إلكتروني فضلا عن حالات عنف أسري وإعادة فتيات هاربات خلال شهر أيار الجاري. بيان لوزارة الداخلية أشار إلى نجاح مفارز الشرطة المجتمعية في منع 20 حالة عنف أسري وإعادة 5 فتيات هاربات إلى ذويهن، ويربط مراقبون بين تفشي هذه الظواهر وبين الاستخدام الفوضوي لمواقع التواصل وتراجع اهتمام العائلة بالمتغيرات الواسعة، فيما يشكل العامل الاقتصادي عنصرا كبيرا في تمدد ظاهرة الابتزاز للتربح المالي. وفي ملف الحقوق، قامت عناصر تابعة للواء أئمة البقيع ضمن حشد وزارة الدفاع العراقية بقطع طريق بعقوبة المقدادية احتجاجا على عدم تضمينهم في قانون الموازنة. ويضم اللواء أكثر من 3500 مقاتل في ديالة يرابطون في أحد أهم القواطع وأسخنها أمنيا، حيث رصدت قناة صلاح الدين مطالبات عدد من المقاتلين لتضمين حقوقهم للاستمرار في مهامهم لاستتباب الأمن ضمن قاطع ديالة. طبعا احنا التحقنا من نداء المرجعيه لحد الان احنا بدون رواتب. انا اللي احكي وياكم، انا من جروح مرتين وعندي رساله عمليات من الفرقه الخامسه كانت ببكتها من كتيبه دبابات الفرقه، ولحد الان انا مجروح مرتين وبدون راتب، والتحقت من 2014 لحد الان. انا حاليا عمري 60 سنه، اقدر اشتغل بعد، اقدر اعمل، يعني انا حاليا عاجز عن العمل، وهاي 9 سنوات وبدون راتب ومجروح مرتين وعندي رساله عمليات من كتيبه دبابات الفرقه الخامسه، وانجرحت اني وثلاثه وياي وشهيد ويانا. نطالب بحقوقنا، نطالب برواتبنا اسوه بقران الحشد. انصفوا حاليا، هم انصفوا والمفصوحة عقودهم في الموازنة،
أنا سألكم بالله، أنا المخصوخ عقودهم على رأسي أخواني هم، بس اللي داوم أحسن له الهارب أحسن. يعني هي هاي عدالة؟ الهارب ينطونا حقه، واللي داوم وملتزم بواجبه ما ينطونا حقه. إحنا لا نبحزاب ولا بكل شيء، إحنا ناس من جميع المحافظات، ويانا من الرمادي، ويانا من بغداد، ويانا من ديالة، ويانا من السماوة، ويانا من البصرة، ويانا من العمارة. يعني ليش إحنا ما حد ينطينا حقنا؟ لوامة البقيع اللي قدم الشهداء 45 شهيد، 182 تقريبا جريح عندنا، ولازمين أخطر القواطع بدياله، وكل الناس تعرف، ورئيس الوزراء يعرف قاطع المقدادية وحواليه شنو من خطر يبيه. يعني أخطر القواطع بدياله بالمقدادية إحنا لازمينها، لوامة البقيع لازمها بالذات. خلينا نعطيها معلومة، لوامة البقيع لازم أخطر القواطع بدياله. إذا انسحبنا وقفنا القواطع مثل ما 2014 لزمها داعش يرجع يلزمها داعش، واحنا من قمنا بفتوى وحررنا هاي المناطق مستعد ننطي فتوى ونموت بمكاننا. نريد انصافهم اسوة باخوانهم. اليوم تعطي لوزارة لهيئة الحشد او للمفسوخة عقودهم 37,000، ونريد منكم سوى 15,000 او 20,000 مقاتل لكي تردفوا به وزارة الدفاع. أنت يا وزير الدفاع أيضا لطالما وعدتم على عقب الحكومات التي ولت والتي أتت وعود وتسويف، ولكن اليوم سوف تكون الحقيقة. هذا الأمر لا بد منه، يا أما أن نبقى في مواقعنا في الشارع لأن المناشدات والتسويف قد طال فيه الانتظار، وأما أن تأتون وتنصفون هؤلاء المقاتلين أسوة بأقرانهم. أفاد مصدر أمني باقتحام قوة مشتركة بساتين بزايز بهروز ضمن القاطع الجنوبي الغربي لمحافظة ديالى لتعقب خلايا داعش الإرهابي وتمشيط مناطق معقدة من ناحية التضاريس. وأشار المصدر إلى أن العملية هي السادسة من نوعها في هذا القاطع خلال 4 أشهر، والتي تأتي ضمن استراتيجية تأمين حزام بعقوبة الجنوبي الغربي ومنع أي نشاط لخلايا الإرهاب وتأمين خطوط الإسناد للنقاط والمواقع الأمنية وقطع الطريق أمام أي محاولات لاختباء أي خلايا في مناطق القريبة من بغداد. وبعد رحلة لم يكن الإرهاب بعيدا عنها، حيث تعرضت جامعة الأنبار إلى دمار يعبر عن عداء الإرهابيين للثقافة العراقية، لكن وبرصانتها العلمية وانضباطها الأكاديمي استطاعت جامعة الأنبار الدخول لتصانيف عالمية كان آخرها التايمز البريطاني، وهي ثالث جامعة عراقية تدخل هذا التصنيف. وقد كابر ملاكها كل الظروف القاسية واستطاع تجاوزها لتتبوأ الجامعة مكانتها العلمية التي يشار لها بالبنان. زميلنا عثمان الهيتي تجول في أروقة الجامعة والتقى ببعض ملاكها وأعد لنا هذا التقرير. جامعة الأنبار واحدة من أهم وأكبر الصروح العلمية التي شيدت في محافظة الأنبار خلال العقود الماضية، فلم تمنعها الحروب التي شهدتها المحافظة على مواصلة عطائها العلمي، سيما بعد أن دمرت أجزاء كبيرة من كلياتها وأقسامها العلمية، فصمدت لتدخل ضمن التصفيات العالمية للجامعات المتقدمة. لا شك أن الجامعة عندما تعرضت المحافظة وتعرض العراق إلى داعش كان قد أصابها ما أصابها من الدمار الكبير الذي لحق بمؤسسات الجامعة، ولكن بفضل الله وجهود الخيرين استطاعت أن تنهض من جديد وتقف بشموخ أمام كل التحديات اللي موجودة وأن تحقق المستوى العالي من النتاج العلمي. حقيقة جامعة الأنبار في السنوات الأخيرة خطت خطوات كبيرة جدا في مجالات متعددة، في المجال العمراني وفي المجال العلمي، حيث المجال العلمي الذي استطاعت أن تتبوى مكانات كبيرة في مختلف التصنيفات العالمية وأخذها تصنيف التايمز البريطاني، حيث كانت ثالث جامعة العراقية دخلت هذا التصنيف. افتتاح بنايات الأقسام ذات التصاميم الحديثة أمام الطلبة، فضلا عن تحويل معظم مساحاتها إلى واحة خضراء تنتشر فيها الزهور والأشجار في معظم طرقاتها، لتصبح محطة أنظار للطلبة الوافدين إليها من مختلف المحافظات العراقية.
تمثل جامعة الأنبار صرح حضاري وعلمي مميز، وهي القلب النابض في قلب محافظة الأنبار، تلك الجامعة العريقة التي لم تعرف اليأس ولم توقفها أيادي الخراب والدمار، وما واصلت مسيرتها العلمية رغم كل الصعاب ورغم كل التحديات، فبفضل كوادرها الإدارية والقائمين عليها لم يعرفوا اليأس إطلاقا، وعملوا على تطوير تلك الجامعة في ميادين مختلفة، سواء كان على مستوى البنايات أو الحدائق العامة أو ما يتعلق بتطوير مسائل البحث العلمي، لتخرج لنا جيلا قياديا قادرا على البناء والإعمار. الأساتذة هنا خير من يمثل الارتقاء بهذه الجامعة، حيث يعقدون المحاضرات لتعليم الطلاب على المستوى المرموق من المعرفة ومناقشة بحوث التخرج لمن هم في نهاية المرحلة الجامعية. على مدار 36 عاما من العطاء، وها هي جامعة الأنبار تحصد ما زرعت قبل 4 سنوات، وكل عام تزهر ورودا من الطلبة بمختلف اختصاصاتهم العلمية والأدبية، ليكونوا قادة وبناة للعراق. لقناة صلاح الدين الفضائية، عثمان الهيتي، الأنبار. تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. الحزبان الكرديان الرئيسيان يؤكدان على فتح صفحة جديدة من العلاقات. القوات الأمنية في كويسنجاق تستنفر بحثاً عن 5 متهمين. إطلاق مشروع لزراعة 5000 شجرة بإقليم كردستان بتقنية حديثة. حزب النهضة في تونس يندد بالحكم الصادر في حق رئيس راشد الغنوشي. كييف تعلن للمرة الأولى إسقاط عدة صواريخ روسية فرد صوتية. وإعصار موكا يودي بحياة ما لا يقل عن 400 شخص في ميانمار. إلى تفاصيل مجدداً، أهلا بكم. أكد الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين، وفقاً لبيان مشترك صادر عقب اجتماع لمكتبيهما في مدينة السليمانية. وفقاً للبيان المشترك، فإن الجانبين عربا عن تقديرهما لمبادرة الرئيس مسعود البارزاني التي جاءت في الوقت الضروري. وأشار البيان إلى اتفاق الحزبين على اتخاذ خطوات عملية مع الأطراف الأخرى لمتابعة هذه المبادرة وإعادة تنظيم البيت الكردستاني وفتح صفحة جديدة في مجمل العلاقات. وعبر المكتب السياسي للديمقراطية والاتحاد الوطني عن شكرهما لمجلس وزراء إقليم كردستان، وذلك بعد المصادقة على مشروع قانون التنظيم المالي الذي كان مقترح جميع الجهات المشكلة للكابينة 9. وعبر الجانبان عن دعمهما لهذا القرار. في محور آخر من الاجتماع، اتفق الجانبان في الرأي على تعزيز الكيان الدستوري لإقليم كردستان والاستعجال في الخطوات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان في موعدها المحدد. وعبر الجانبان عن تمنياتهما بتكاتف جميع الجهات لاستمرار الجو الأخوي والعمل المشترك ومحو شروخ الماضي، وقرر الجانبان العمل كفريق واحد وإجراء سلسلة اجتماعات أخرى لتوفير الأرضية المناسبة من الناحية السياسية والقانونية لإجراء الانتخابات ومواجهة تحديات المنطقة. أعلنت المديرية العامة لشرطة إقليم كردستان تشكيل غرفة عمليات وإعلان حالة الإنذار في قضاء كويسنجاق بمحافظة أربيل لاعتقال 5 متهمين هجم أحدهم مركزا للشرطة في القضاء بسلاح نارية. وقال المقدم كارزان أمير المتحدث باسم المديرية العامة لشرطة إقليم كردستان في مؤتمر صحفي أن أحد المتهمين هاجم مركز شرطة أزاتي بقضاء كويسنجاق بمحافظة أربيل وأطلق النار داخل المركز، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 2 من عناصر الشرطة بينهم نائب ضابط. وأضاف أمين أن القوات الأمنية في القضاء دخلت في حالة تأهب، وتم تشكيل غرفة عمليات وصدرت الأوامر لاعتقال هذا المتهم و4 ساعدوه، مبينا أن القوات الأمنية في القضاء بحالة إنذار حتى اعتقال المتهمين 5. وفي وقت سابق من يوم 2 قتل شخص وأصيب 3 جراء اشتباك مسلح وقع قرب مركز شرطة قضاء كويسنجاق بسبب خلاف عائلي بين الطرفين تطور لاحقا إلى استخدام الأسلحة.
أعلنت مؤسسة روانكا بمشاركة برنامج الأغذية العالمي وبتمويل من الحكومة الألمانية زراعة 5000 شتلة من التين والرمان والزيتون والحمضيات وغيرها باستخدام أحدث التقنيات الجديدة. ويساهم هذا المشروع الذي سينفذ على 3 مراحل في الجهود الوطنية لإدارة وحماية المساحات الخضراء والحفاظ واستعادة الأجزاء المحطمة من الغابات التي دمرت بسبب الأنشطة البشرية والكوارث الطبيعية. تكنولوجيا جديدة للري تختبر لأول مرة في إقليم كردستان. مؤسسة روانكا وبالتنسيق مع خبراء ألمان تمكنوا من زراعة 5000 شتلة بتقنية جديدة للري تسمى بوكس ووتر وتعني صندوق المياه. توفر هذه الطريقة نحو 90% من المياه مقارنة بطرق الري الاعتيادية. الفكرة الأساسية خاصة بالقطاع البيئي، عندنا مسارين أساسيين، واحد منا العراق خامس دولة هشة في مواجهة تغير المناخي، نريد نرفع الوعي ونعمل مجموعة مبادرات كيف نستعد لهسه وللمستقبل حتى نطلع العراق من هالمرحلة ويقدر يواجه التحديات البيئية، الجفاف، التصحر، وزيادة مساحات الزراعية اللي جاي يصير بها ملوحة ما تصير صالحة للزراعة إلى آخره. نباتات الزيتون والتين والرمان وغيرها زرعت هنا على مساحة 26 دونما، وهي المرحلة الأولى من المشروع الذي يستهدف استصلاح الأراضي البعيدة عن مصادر المياه. هاي التقنية عبارة عن بوكسات تحفظ الماء لزراعة هذه الأشجار، وتحتاج شهريا إلى 15 لتر من الماء فقط، يعني كل شهر نمليها 15 لتر ماء ونتركها لحد الشهر القادم، وهذا يساعد على الحفاظ على المياه ويساعد على زراعة هذه الأشجار بشكل صحي وبأقل كمية ماء. ومن المقرر البدء قريبا بالمرحلة الثانية للمشروع وصولا إلى 30,000 نبتة في أربيل تروى بنفس النظام. ويؤكد القائمون على المشروع أن نجاحه كفيل بتعزيز الأمن الغذائي للبلاد. من أربيل، علي باسل، قناة صلاح الدين الفضائية. على الرغم من التراجع الذي شهده سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي والذي كان الحجة الأكبر في ارتفاع أسعار الأغذية والسلع الأخرى في الأسواق، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، ما ولد تذمرا واضحا لدى مواطني قضاء خانقين ضمن محافظة ديالى، والذين أكدوا أن غياب المحاسبة للمتلاعبين بالأسعار كان السبب في هذا الحال. عباس محمد والتفاصيل. استبشر العراقيون خيرا مع إعلان الحكومة والبنك المركزي خفض سعر الدولار إلى ما دون سعره الرسمي المقرر منذ نحو سنتين، لكن يبدو أن للتجار رأيا آخر لا يتأثر بقرارات الدولة، حيث ما زالت أسعار المواد الغذائية مرتفعة ولم يطال التخفيض سوى مواد معدودة وبفارق نسبي لا يكاد يغير شيئا من واقع الغلاء. والله سعر الدولار طبعا تأثر هواي خاصة على الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى، لأن الدهن كان قبل نفترض الدهن كان ب1500 صار 3000، هسه الدولار نزل، زين ليش ما رجع للسعر الأصلي مالته؟ ما أعرف شنو حججهم، بضائع عندهم مشترينها بوقت اللي كان ب160، زين 160 هسه صار له شهر نزل، بضائعهم خلصت، ليش ما ينزلوا الأسعار؟ ماكو متابعة، ماكو من لجنة التسعيرة، شوف اللي جانكوا بخانقين لازم المفروض يتابعوا. هسه أنا واحد من الناس اشتري قطرات مال عين، عيني لضغط بيها، نفس الدول اللي رحت له اشتريته قالوا يابا الدولار صاعد، اشتريته قبل يومين اخذته نفس السعر، قلت له عمي الدولار مو نزل، يقول لي لا نفس السعر. ماكو ما حد يحاسبهم، اذا على الدول، اذا على السوق، اذا على كل شيء نفس السعر، نفس الصعده ونفس الشيء، من يصعد ما ينزلوا، مستحيل ينزل. روح على الخبز، روح شوف الخبز، الخبز كان طحين غالي هسه طحين رخيص نفس السعر، ماكو احد يحاسبهم، ماكو احد يقولهم. قبل كان اكو رقابه، كان اكو واحد فتش، ماكو هسه ماكو. شلون ممثل عن مثل؟ اذا ما مثل عن مثل على الفقير، يعني تقدر تروح للدكتور؟ ما تقدر تروح للدكتور، دكتور غالي، صيدليه غالي، مختبر غالي، ما حد يحاسبهم، ما حد يقولهم. صيدليه عن صيدليه يختلف، انا ذاك اللي بصيدليه ويا صيدليه 6000 دينار فرق، 6000 دينار مو قليله للفقير، ما حد يحاسبهم. إلا من تروح تشتكي، بس قول لي إلا من تشتكي بس إلا الله. أصحاب المحال بدورهم أكدوا أن غياب الرقابة الحكومية وعدم امتلاك الحكومة لبرنامج حكومي لمواجهة الأزمات الآنية هو ما دفع بالتجار بالتلاعب بالأسعار
دون محاسبة. السبب إن شاء الله يم التاجر، السوق نزل، دولار نزل، ما ينزل السعر، المواطن ما يصير يعني يلح يشتري، لأنه الدولار غالي. شنو لازم الدولة تفعل شو اسمه سيطرة النوعية وأمن الاقتصادي، هذا الاثنين هواي مهم. يعني رقابة الدولة ماكو؟ ماكو. إذا أقول له ليش ما ينزل المواد؟ أسوي حملة عليهم. إن شاء الله كان بأسد دولار كان 160، هسه 145، 142، وتلقى نفس السعر. لازم ينزل. وأنت إذا ما تحاسبه ما ينزل، إيش عنده هو؟ مواطن بالأخير مواطن متضرر. بعد عالي، لأنه السوق الدولار نزل السوق صاعد. التجار أيوه، ما نقول تجار، الحكومة هو مخليها على نفس السعر. إذا حكومة يتحاسب ماكو إيش السعر. التاجر رأسا ينزله. احنا ما علينا بالدولار هسه، يابا الدولار كان صاعد قالوا يجي السلعه بالدولار، هسه السلعه اخوهم يجي بالدولار، نزلت الدولار، السلعه ليش ما نزلت؟ السوق ليش ما ينزل؟ رقابه ماكو. ماكو، اي رقابه ماكو. لو حكومه دي راقب هذا انت جايبه من الحدود بهالقد، لازم تبيعه بهالقد ينخلي على السعر ما يخلي. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الأسعار تحت ذريعة ارتفاع سعر الدولار في الأسواق لا يبرر رفع الأسعار، لكون التجار المستوردين يحصلون على الدولار من البنك المركزي العراقي بسعره الرسمي وليس من البورصة المحلية. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية. ندد حزب النهضة في تونس بالحكم القضائي بسجن رئيسه الموقوف راشد الغنوش لمدة عام، واعتبر أنه يأتي في إطار محاكمات سياسية. وقضت محكمة تونسية الاثنين بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها 300 يورو بحق الغنوشي. والقضية التي اتهم فيها الغنوشي ترتبط بتمجيد الإرهاب وبوصف عناصر الأمن بأنهم طواغيت. والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ تفرد الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطات في البلاد في تموز من عام 2021، ومثل مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بتسفير إرهابيين وتبييض الأموال. وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة. قالت أوكرانيا الثلاثاء أنها أسقطت 6 من صواريخ كينجال فرد صوتية في ليلة واحدة، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أوكرانيا إسقاط دفعة كاملة من عدة صواريخ فرد صوتية. وإذا تأكد هذا فسيكون دليلا على فعالية الدفاعات الجوية الغربية التي نشرت في الآونة الأخيرة. وكانت صواريخ كينجال 6 هي صواريخ باليستية تصل سرعتها إلى 10 أمثال سرعة الصوت، بين 18 صاروخا أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل لتمطر كييف بالحطام الناتج عن تفجير الصواريخ في السماء. وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني أنه تم اعتراض جميع الصواريخ بنجاح. وقالت سلطات المدينة في العاصمة الأوكرانية أن 3 أشخاص أصيبوا جراء سقوط حطام الصواريخ. وأشار زالوجني إلى أن قواته اعترضت 6 صواريخ كينجال أطلقتها طائرات و9 صواريخ كروز من طراز كاليبر أطلقتها سفن في البحر الأسود، و3 صواريخ اسكندر أطلقت من قواعد برية. ويمكن لصواريخ كينجال التي يعني اسمها خنجر حملة رؤوس حربية تقليدية أو نووية لمدى يصل إلى 2000 كيلومتر. والمرة الأولى التي استخدمت فيها روسيا تلك الصواريخ في حروب كانت في أوكرانيا العام الماضي، ونادرا ما تعترف بإطلاقها. وحققت أوكرانيا الأسبوع الماضي أكبر مكاسبها في ساحة المعركة منذ تشرين الثاني، إذ استعادت عدة كيلومترات مربعة من الأراضي في الضواحي الشمالية والجنوبية لمدينة بخموت التي تدور فيها المعارك. واعترفت موسكو بتقهقر بعض قواتها، لكنها تنفي انهيار جرودها في مواقع القتال. قال متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المعارضة في ميانمار أن أعصار موكا أودى بحياة ما لا يقل عن 400 شخص بولاية راخين، كما تسبب في أضرار واسعة بالولاية. ويعد موكا أقوى أعصار يضرب المنطقة منذ أكثر من عقد، وقد أثر بصورة خاصة على ولاية راخين بالساحل الغربي.
حيث تقيم أقلية الروهينجا المسلمة الذين يتعرضون للاضطهاد. وقال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة أن الإعصار ضرب أفقر المناطق بالبلاد التي كانت تضررت بالفعل بسبب جائحة كورونا والصراع الداخلي والمشاكل الاقتصادية. وكان الإعصار ضرب ميانمار وبنغلاديش الأحد، حيث كان يحمل رياحا تسير بسرعة أكثر من 250 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق. إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. وزير الداخلية يثمن دور عشائر صلاح الدين في تعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي، ويوجه لاعتماد التدريب خيارا جوهريا لرفع كفاءة المقاتلين. البيت السياسي الشيعي يناقش آخر تفاصيل الموازنة والتوجه لإقرارها في الساعات المقبلة، والسودان يلاحق شغب الملاعب بإجراءات رادعة. انطلاق الملتقى الاقتصادي العراقي الإماراتي في بغداد، ومفوضية الانتخابات تستعد مبكرا لمجالس المحافظات باختيار جهازها التنفيذي. الكهرباء تطمئن العراقيين بموسم صيف أفضل بكثير من السنوات الماضية، ومخيم الجذعة في نينوى يستعد لاستقبال العشرات من أسر داعش. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.